الحمد لله ما عملتش حادثه. الحمد لله على سلامة الركاب. الكابتن زبارة يحييكم ويتمنى لكم أن تكونوا قد قضيتم وقتاً ممتعاً معكم معنا. اسمحوا لي أتكلم باللغة العامية لأن اللغة العربية عربية وده توك توك. الراكبة الأولى أم أحمد، انزلي يا حاجة. أم أحمد راكبة من الطلبية قاعدة جنب الشباك، سمعت أغنية أما براوة للأستاذ حسين الجسمي. شربت حاجة أم أحمد؟ لا يا زمارة يا ابني. ليه يا حاجة أنت غريبة؟ 30 جنيه كتير قوي يا زمارة. كتير إيه؟ ما هم 30 مكتوبين. لا كتير. خلاص أعمل لك خصم 15 جنيه برضو كتير. خلاص أم أحمد هات 2 جنيه وما تقوليش لحد. يلا. الركبة الثانية مروة وسماح. مروه وسماح راكبين من الجيزه. مروه 15 جنيه وسماح 20 جنيه. ليه يعني احنا راكبين مع بعض؟ راكبين مع بعض ولا من الجيزه؟ لا راكبين مع بعض. راكبين مع بعض يبقى 30 جنيه. كتير قوي. كتير ايه؟ ما هو مكتوب اهو. لا كتير. خلاص اعمل لكم خصم 15 جنيه. ليه يعني؟ كتير. احنا راكبين اوبر. ما ركبتيش اوبر ليه؟ يا دم بتتأمري كده سماح. خلاص هاتوا 2 جنيه وما تقوليش لحد. ما كان من الاول. خلاص يا اختي انت هتبرطمي. الراكب الثالث عم شوقي وابنه. عم شوقي هتدفع لابنك ولا كل واحد لوحده؟ يا ابني احنا راكبين مع بعض. ايه مدة احنا راكبين مع بعض دي؟ انت سمعت سماح بتقولها؟ ما سمعتش حد يا ابني. 30 جنيه. كتير قوي كده يا زمبار. ما هو مكتوب يا عم شوقي. كتير. ابنك عمل حمام مرتين في التوك توك. ما عملش حاجة، يعمل حمام في التوك توك، هو التوك توك فيه حمام. خلاص 15 جنيه. كتير برضه يا زمبار. خلاص هات 2 جنيه وما تقولش لحد. هات. هات. روح. الراكب الرابع عم السيد. عم سيد راكب من التجمع الخامس 1000 جنيه. ليه يا زمارة؟ كتير. ومش كتير انك تركب توك توك من التجمع الخامس؟ كتير يا زمارة. كتير ايه يا عم السيد؟ انت بقالك 3 ايام معايا. كتير يا زمارة. خلاص هات 500 جنيه. كتير برضه يا زمارة. برضه كتير؟ خلاص هات 2 جنيه وما تقولش لحد. لا خد جنيه واسكت، ما تقولش لحد. ماشي، مش هقول لحد. خلاص بقى دي ملهاش لازمة. كل واحد يا جدعان يحط ال 2 جنيه في ايده وما يقولش لحد. ماشي ماشي يا حبيبتي، ربنا يخليك. ماشي يا حاج، على فكره انت وزني تقيل وانا عديتها. ماشي يا حبيبي، ربنا يبارك لك حبيبي. صباح الفل يا رجاله. ماشي يا حماده، بسلم لي على اختك. لا حول ولا قوه الا بالله. يا عم زمارة. يا عم جود. يا عم زمارة. يا عم جود احنا هننقط. ايه يا عم اللي انت عامله في التوك توك ده؟ كل دول كانوا راكبين في التوك توك. لا كان في ناس انا نزلتها في الطريق. كمان كان في ناس؟ ايه يا عم ما يحسد المال الا اصحابه. يا عم فين يحسد؟ ما الاجره هي هي. مش كل ده عشان نلم لك الورديه. لا اله الا الله. بقول لك ايه يا عم زمارة؟ من الاخر كده احنا مش هنقدر نكمل مع بعض. ارمي عليا اليمين بقى يا عم جوده. ما تمسح صورتي بقى من على الفيس واعمل لي بلوك. ده اللي انت فالح فيه. انا اللي شغاله غلبه اساسا، انا اللي شغاله غلب وغلطان ان انا نزلت من نفسي واشتغلت على توك توك. لا والله. ايوه انا بكره هبقى نجم كبير وتحط صورتي على التوك توك وانا هشيلها عشان انت حاططها من غير اذني كمان. ده انا حطيت حاجه. ايه اللي حطيت حاجه؟ بقول لك ايه يا عم وجود، انا قاعد اقول لك عم وجود عم وجود، وانت عندك 14 سنه اساسا. انا عندي 14 سنه. ايوه ده انا استلمت التوك توك من اول ما استلمته، ما اعرفش انت التوك توك ولا هو. زمارة بلا ما زمراش يا عم بلا صفارة. خد يا عم فلوسك ايه وهات يوميتي 600 جنيه. ليه ده انت كله بتقولي 20 جنيه؟ يوميتي يا جدع انت. ده انت بتزعق ليه يا زمارة؟ هاي ظالم وما تجيش بالتوك توك ده انا تاني. مش هاجي بالتوك توك ده. استنى لما اخد حاجتي. خد حاجتك. ايه ده؟ كل حاجاتك في التوك توك؟ ايه التوك توك ده؟ يلا عم جوده امشي عم جوده. امشي عم جوده. امشي من هنا يا عم جوده. يلا غرف ده. ماشي يا عم النجم. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عم جوده. يلا عم جوده امشي. مجنونه يا قطه. يا مجنونه. انت يا راجل انت يا مجنون يا ابن المجانين. كل يوم تعدي تلقح كلام وانا ساكته ساكته ساكته. مين دي اللي مجنونه يا ابن المجنونه؟ في ايه ياما؟ عايز ايه انت كمان؟ في ايه ياما؟ الراجل بيمطي على القوطه. بيقول يا مجنونه. مين اللي مجنونه؟ مجنونه يا قوطه، ما بيبيع قوطه ياما. لا سمعته يقول مجنونه يا امبابه كده على جنب. سمعته؟
انا المجنون يا امبابه. انت قلت مجنون يا امبابه يا عم. كل حاجه ترجع. بس يا عم بس يا عم بس معلش يا عم معلش يا عم. ليه كده يا عم؟ اما تسكت انت. لو ابني صح ومحترم وانا ربيتك وتعبت عليك تمسكه تفعصه تعصره تضربه زي الطماطم بتاعته دي. اضربه ليه يا عم؟ شتم امك يا واد المجنونه. يا ست ما شمتمكيش انت. معلش معلش يا عم امي تعبانه شويه. مين اللي تعبانه يا ابني؟ تعبانه انت. سمعتني ازاي امال ابقى وشوشه؟ انا بسمع دبه النمله. انت جيتي لوحديها اهو يا عم. ولا ما تخليش انزلك. بقول لك ايه، ان ما كنتش تضربه انا هوريلك. لما اضربه ليه يما؟ قال لي يا مجنونه. يما مش قصدي عليكي، بيقول على القطعه. يما خش جوه بقى يما. يعني انت مش هتضربه؟ لا مش هضربه. يعني انت ابن عاق؟ ايوه. يا لهوتي. طب مجنونة يا عم. يلا يا عم امشي. ايه رايك في اللون؟ لون ايه يا اسطى؟ عسلية. انا من ساعة ما جيت من السفر من 4 شهور وانت لسه بتداري اول وش. انا تعبان انا والعيال. ماليش دعوة تتعب تتنيل. انا مالي؟ وبعدين بقولك ايه، مش في معاد استلام؟ انت اللي جابك دلوقتي؟ يلا اطلع بره. اطلع بره تعيد شقتي. على فكره هزعق هتصوت اصوت، وانا في الصوت ما توصلش. انت عارف انت بتكلم مين؟ بكلم مين؟ كابتن عسلية بنبخ. بنبخ؟ على فكره انا غلطان اني خدت رايك في اللون. لون ايه يا اسطى عسلية؟ بقول لك متبادل انا والعيال بقالنا 4 شهور، عاوز ارتاح اليومين دول. بس 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 امسك امسك معايا تليفون. امسك يا باي. الو ايه يا فوتنا؟ مين فوتنا دي؟ لا فوتنا ده واد صبي شغال معايا للادب صوته عالي. اهلا وسهلا بيكم. كابتن عمرو سلمي يسعده ان يرحب بيكم في اكبر مزاد علني للكره. النهارده احنا عندنا تشكيله من احسن اللعيبه في مصر وافريقيا. يلا كله جاهز فلوسه شيكاته واللي عايز يبدل يقول من دلوقتي. طب ما اتفرجنا على اللعيبه اللي عندك يا كابتن عمرو زي ما عودتنا. زي ما انا معودك انت قلتها. النهارده احنا عندنا تشكيله هي اللي قايم عليها بطوله افريقيا ودوري الشركات والمحلات. محلات؟ محلات ايه ده؟ اسكت بقى، ده بيوقع حاجات لقط. انت عارف مجدي قفشه؟ اه عارف. معرفوش ليه؟ انا قفشه هنا. ما شاء الله ما شاء الله. طب يلا بينا بقى نبدا يا كابتن. عشان انت عارف انتقالات يناير والشامبوس ليك. ده انا ابن حتتك عايزين ناكل عيش. جرايه يا كابتن ربيع، انت سبت القهوه والطاوله هتقرفنا انا. والان مع اللاعب رقم 1 في المزاد، اللاعب ايمن كاتا. ايمن كاتا لاعب شرس عنيف دموي، ليس له اعداء لان كلهم ماتوا، كما انه واخد الحزام الاحمر. واخد حزام لاعب دولي شرس يصلح في حالة اعتزال طارق حامد. دولي يا كابتن سلمي؟ ده لعيب كاراتيه. وبعدين ما هو دولي، ده عنده 2 اصحابه على الفيسبوك من ألمانيا. شكرا لأيمن. والآن مع اللاعب رقم 2 ياسر شداد. استر يا رب. طب مين العواقب سليمة؟ اسمه الأصلي ياسر محمد علي، ده اسمه الأصلي. مسجل سرقات فئة أولى. أنا لسه مخرجه من قضيتين. عمر ما في مخبر قدر يجيبه، وبالتالي ما فيش مدافع هيحصله. سريع جدا، بيضيع هجمات قدام الجون فيسرق العين، يدخل لاعب تاني يكمل الهجمة ويجيب الجون. طبعا بتسألوني هو بيعمل إيه معانا النهاردة؟ والله ما أعرف، حقيقة جاي غصب عني. شكرا يا باشا. قدروا لطف. رقم 3 رضا العفريت. مركز كويس. يلا يا رضا. تضرب ليه يا عم؟ ليه ده يا شباب؟ طبعا ما فهمناش ايه اللي حصل. اللي حصل ان ده رضا العفريت. ركز في الموبايل. زي ما احنا شايفين سمعنا صوت الألم لكن ما شفناهوش، حتى التصوير البطيء جايبه بالعافية، عشان كده اتسمى رضا العفريت. اه حلو ده. هي كابتن مصر مين خد مين؟ انا هاخد العفريت. وانا هاخد الشداد. وانا هاخد كاتا. وانا هجهز العقود واكلمكم. شرفتونا يا كابتن مصر. شرفتونا. معالف السلامة. معالف السلامة.
ألف سلامة، ألف سلامة نورتونا. خطوة عزيزة مع ألف سلامة. أيوه أيوه إيش؟ أيوه ها؟ ألو، دي نمرة الفنانة الكبيرة قابلتي امبابة، حضرتك مين؟ الدكتور؟ حاضر حاضر هديها لك دقيقة واحدة. قابلتي امبابة يا قابلتي امبابة قابلتي امبابة. راحت فين؟ قابلتي امبابة يا قابلتي امبابة. امبابة راحت فين يا ناس؟ قابلتي امبابة يا قابلتي امبابة. انت بتدوري على انا امبابة هنا؟ انت هبلة صح؟ الحمد لله الحمد لله هبلة صح؟ مجنونة شوية؟ ما شاء الله ما شاء الله، يعني انا ست العقلين المحترمة ربنا رزقني بالهبل والمعاتيه المجانين. ها؟ قومي رايح قومي حاضر قومي. مالك بتسرسعي وعاملة زوشة ليه؟ ها؟ ما انت عارفة انت عارفة قلت لك 100 مرة لما ما تلاقينيش اكون فين؟ بلكونه. البلكونه؟ طب ما انت بتقولي اهو. وبعدين انا ما كنتش في البلكونه بلعب. انا واحد استفزني بيقول مجنونه يا اوضه، بيلقح كلام ايه مجنونه دي؟ غلطان غلطان. بس انا مش اللي انا اللي عايزاكي، مش انا اللي عايزاكي قابلتي، ده الدكتور عايز يطمن عليكي. عايز ايه؟ عايز يطمن عليك. يطمن على مين؟ على حضرتك. هو سبب المصايب كلها. اقفلي في وشه السكه، اقفلي في وشه مين؟ اقفلي في يلا يلا. قابلتي بتشتبك وبتقفل في وشك السكه. يلا في داهية خد الشر وراح. فات البلا في شكله. بلا دكاترة بقى القرف. احنا كويسين مش محتاجين دكاترة خالص. يا بنت شفوتي بطنك جامد. يا بنت شفوتي. يا رب. يا رب يمتعها بالسلامة يا رب. يا رب يخرب بيتك. الحمد لله. مالك يا اختي؟ مالي يا اختي؟ ماليش. معليش خالص، مفيش اي حاجه يا اختي. الحمد لله الحمد لله ان هو اتلبس بالسلامه. الله ده هيكم مني حته. يا اختي الله يخرب بيتك، قطمتيلي وسطي. بتقولي حاجه يا افراح؟ لا يا حبيبتي، بقول ايه، بقول يعني ده القالب غالب، وانت القالب يا اختي عندك مظبوب على كونتينر. ما شاء الله ما شاء الله. بقول لك ايه يا افراح، انا هاخده معايا لحد الفرح. وماله يا اختي فرح يا بنت؟ فرح ايه ده؟ فرح كمان 3 ايام، عايزه تفضلي نايمه بيه 3 ايام؟ ده كانت فرتك عليك. معلش بقى يا افرح، بدل ما الاول بس اطلع وانزل اطلع وانزل اطلع. خلاص خدي لغايه الفرح، يلا روحي روحي. بجد يا افرح؟ خلاص بجد. بقول لك ايه يا بنت؟ ايه؟ شكلك كده غلبانه ولسه جديده في الكار، خلينا اطمن عليك. وريني أيوة. كده البرويتا بتعمليها ازاي؟ عايزه برويتا؟ عايزه برويتا؟ ايوه. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب، يخرب بيتك. بلاش برويتا بلاش برويتا، خلينا وريني كده الرعشه. عايزه رعشه؟ رعشه؟ ايوه اهو يا اختي. لا خلاص يا لهوي يا لهوي، خدي وامشي خدي ما تجيبهوش، مش عايزه. خدي على طول. حبيبتي يا افراح، يا خالتي يا افراح، يخرب بيتي يا افراح. بقول لك ايه، ما تجيبهوش ما تجيبهوش، مش عايزاه. حبيبتي يا افراح، مع السلامه. الله يكون في عون المعازيم. اخياني منه لله. هو انا كده لما اتعصب جسمي كله بيفك مني ويتكسر. مسجيني يا بنت مسجيني. من عينيا مجنونه يا قوطه قلب من اللذينه ده. من عينيا يا روحي. امسج حبيبتي. يا سلام. ايدك ناشفه ليه؟ كانت مصيبه. الله على ايدك، نعمه نعمه زي الملبن يا بلاتي. طبعا ايدك انت الناشفه اللي ما مسكتش حاجه، انا ايديا طريه من كتر اللي مسكته يا اختي. ايش الدولارات وايش استرليني وايه اللهم صل على النبي ذهب والماز وايه. انا كنت يا بنت اقف على المسرح. اوعى بقى الله، الناس تحت على بعضها كده، هو كل الفنانين يغيروا ستات من ستات، انا ستات على رجاله الكهرباء لما يكون عندي حفله يا اختي. واقف بقى زي الصقر عينيا حاجه كده. اكشف كل الناس وافتشها، اول ما اعرف الراجل اللي هو كده شكله تقيل ونضيف اغنيها له بقى. انا هنا هنا يا ابن الحلال، لا عايزه جا ولا كتر مال، بحلم بعيش. الله فاهمه انت ليه يا ابن الحلال؟ انا بتكع على الحلال عشان يفهموا ان انا بتاع الجواز. في الليله اللي ما كانش يتقدم لي فيها 3 4 عرسان كده تقال، يجرالي ارتكاري على طول. امال لا يا حبيبتي، امال ايه؟ احس ان انا مقصره في حق انوثتي. فاكره يا قابلتي؟ فاكره فاكره ايه يا نصابه؟ يا انت بنت منافقه على فكره.
بصي بقول لك ايه، اساسا جدتك كانت مساعدتي الاولى وامك مساعدتي الثانيه، كنت انت لسه اصلا مش في الخريطه بتاعتهم. الفكره المنافقه كانت مصيبه في شكلك. عارفه يا قبلتي اللايكات في صفحتي قد كده على الصور بتاعتك. طبعا هاشتاج امبابا ستايل. امال يعني هيلايكولك انت وهشتكوك انت؟ لازم يهشتكوني انا طبعا. طب الرجاله قلنا ماشي، لكن ولادك اللي بترميهم بعد كل جوازه كده قلبك يعني كده يعني ما بياكلكيش عليهم؟ ايه انت ايش اخشاشك؟ ها ايش اخشاشك؟ ايش اخشاشك انت في الحاجات العائليه دي؟ ها هم عيالك ولا عيالي؟ انت عيالك ولا عيالي؟ يا حضرتك يا بلادي ليه بتعذبيني؟ ليه بتخليني احس ان انا بفكر في عيالي؟ ومالك؟ ايه المشكله؟ العيل بيتربى وبيكبر هي حكايه؟ مش حكايه ابدا. وانا كنت بسيبه مع ابوه عشان يتربى. امال ايه؟ المثل بيقول لك هنوني ودلعوني ودوني اللي خلفوني. هم هيجوا واللي هم ما جوش انا هدور عليهم. ما هم ولادي برضو انا عايزاهم. زماره فين زماره؟ زماره ده حبيب قلبي. زماره العيال كلها نزلت قالت واء وزماره نزل قال غباء. بحبه قوي. انت عارفه انا كنت بمسك العصمه في ايدي ليه؟ عشان اطلق الراجل اللي يحاول يلوي دراعي ويقول لي عيالك. يقول لي اقعدي من الشغل، اقعدي بعيالك. اقول له لا يا حبيبي انا مش فاضيه، فني مستقبلي. وكنت امشي واسيب له العيل واروح على شغلي على طول. هو انا كنت في حاجه بسيطه؟ ده انا كنت متحارب حرب حرب حسبي الله ونعم الوكيل. ولا الحرب العالميه الاولى، الحرب اللي كانت عليا يا اخي. يوه انت عارفه بليغ طلق ورده ليه؟ ليه؟ هقول لك ليه. عشان هو اصلا اول ما غناه الاغنيه اللي هي لحنها لي دي وفرقعت بتاعت من بحري وبنحبوه. ايوه 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 عارفاها. عارفاها بس يا بنتي دي بتاعت هدى سلطان. برافو عليكي. اهو سلطان ده كان متجوز فايزه، طلق فايزه عشان ورده. ايه ورده كانت طبعانه برضو في الاغنيه اللي هو عملها لي برضو بتاعت ايه؟ شباكنا ستاير وحرير، شباكنا ستاير وحرير. وماله من اسم شوق بيطير. لا 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 اخراسي. ده انت مش عارفه، ده انا نجوم كبار. ده انا غنيت في حفله الخديوي اسماعيل شخصيا. الخديوي يا بنتي؟ ايوه يوم ولادته يا اختي. مش فاكره بدرك ايه كان اسبوعه ولا ايه؟ مش فاكره انا بالظبط. ايوه لان انا كنت مشحططه الدنيا كلها ورايا. اسمها الغيرانه، عبد الوهاب غيران. رحت لعبد الوهاب لحل لي اغنيه ايه بقى؟ ايه؟ شخبط شخبيط لخبط لخبيط، مسك الالوان ورسم على الحيط. انا قلتها من هنا يا اختي وعلى اللي حصل في بتوع بيروت وبتوع ما اقولكيش. ما اقولك لا ده انا بقول لك ايه، نفرتيتي بقى. امال ايه فاكره الحركات دي؟ اصل انا لما بقف على المسرح بغني وبرقص بعمل اردة، بعمل كل حاجه. فكنت مجننه. شريهان بقى كانت هتموت منك. لا امال ايه، اصل العيال معاكي في اخرى برضه كانت داخله في الدور. ما هو كل اللي كانوا بيغنوا ويمثلوا ويعملوا حاجات فقري زي كده كانوا بتشعللوا مني كده كده. انا غلطان. انا غلطان. عملتي ايه؟ انا غلطان. عملتي حاجه؟ ما عملتش حاجه جنبي ليه؟ انا ما عملتش. مين انت؟ مين انت؟ مين انا نسيت. انا ما باهج. وفوتنا فين؟ فوتة ما جاتش. امك فين؟ ما ماتت. عقبالك يا رب بحاجه. عقبالي يا رب. عقبالي. الناس اللي في البيت دول. انا بس عايزه اقول لحضرتك حاجه. عايزه اقول احنا في البيت في حاجات ناقصه. مين اللي ناقص؟ يا ناقصه يا بنت الناقصه. انا بيتي مش ناقصه حاجه. انا جايبه لكم التومين كله بقاله 6 شهور. عندك ربع كيلو سكر وعندك كوبايتين رز وعندك بصلايه. كل حاجتي عارفاها في مكانها. انتوا مصرفين. انت بالذات تفصى بت. انت كنت جايه لي كده زي خله السنان. شوفي ما شاء الله بقيتي قد ايه بتاكلي اكلي. انا بخس وانت بتتخني ليه كده يا ربي؟ لا يا قلتي بقى، انا كنت جايه قد كده وبعدين عندك بقيت قد كده. نفسك هتنيلي عليك وعلى عيشتك. انا جايه قد كده. انا جايه عايزه فلوس. فلوس؟ يا نهار اسود. هم نايل عليا وعلى سنين. بتقول لي فلوس يا رب؟ انا بيتقال لي فلوس يا رب؟ فلوس ايه؟ انا اللي يديني فلوس يديني، لكن ياخد مني اخد روحه. تعالي بقى. انا مش بخيله، انا ست محترمه، انا ست بحافظ على نعمه ربنا. خلاص تمويل اللي انت عاوزاه. مش انا هلاقي تجيبي من بيتكم الحاجات اللي عندكم ناقص عندنا؟ انا هجيب من بيتكم. ولا حاضر. انا بقول لك اهو. حاضر حاضر يا بنت. تعالي كده ليه؟ انا ما عملتش حاجه. انت قاعده جنبي. انا جاي. قاعده جنبي. بعمل ايه؟ بصي الدهب بتاعي ليه؟ انا بصيتي. شكلك بصي نور. حراميه. انت حراميه. لا جايه تسرقيني. لا والله والله جايه تسرقيني. هو مفيش حد معايا؟ انا فين عيالي؟ فين عيالي؟ يا لهوي حراميه يا ناس. الحقوني يا عالم. تعالي يا بنت. تعالي هيا يا بنت. بنت يا حراميه. ايه اختي البنت اللي ملوش صاحب ده؟ يا زماره. زماره 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 يا نجم. ايه يا حبيب الله؟ وانت بتنادي عليا من تحت البلكونه؟ ما انا قاعد جنبك يا حبيب. استغفر الله العظيم يا رب. اقعد. ما انا قاعد. ايه ده؟ شفت كمان مش حاسس بوجودك ازاي؟ عايز ايه خلصني؟ نفسي تحن عليا بقى وتديني كلمات الاغنيه اللي وعدتني بيها. عايزين بقى ننزل السوق ونشقلبه. يا حبيبي هو انت لوحدك اللي محتاج كلمات؟ انا نجوم مصر كلها مستنياني. الاستاذه حنان شاوي
والاستاذه داليا البحيري والاستاذه هاله صدقي. ايه ده مش دول ممثلين؟ ما هي تمثيليه غنائيه يا حبيب. انا مش فاضي اهرش حتى. اهرش لك انا؟ ايه القرف ده؟ هنهرش لبعض. حبيب انت رقم 1500 في الليسته اللي انا لسه هكتب لهم باذن الله. انت رقم 1500، انا دلوقتي في رقم 2. اصبر بقى عليا شويه بقى. طب فين كلمات الاغنيه بتاعتنا؟ اسمع يا عم، انا ضد المحتوى، انا فوق المستوى، انا عمري ما كنت مائي ولا ليا في الهوى. الله ادي اتباعت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لك ايه يا افراح، الفرح النهارده اكيد؟ اكيد ان شاء الله، بس انت بس ما تقطعيش. هبعت لك البنات الساعه 9. يا ريت يا اختي ما يتاخروش زي كل مره. ما تقلقيش اهو كده قلقت. تلات ايام بلاليهم في شرم الشيخ مقضيهم، تلات ايام بلياليهم في شرم الشيخ نقضيهم، ومش شرط ان اكون فيهم. واحد اللي هسريك. ومش شرط ان اكون فيهم، تلات ايام بلياليهم. سرسوب الهوى سقعني والبمسة وقعني، سرسوب الهوى سقعني والبمسة وقعني. فواك انا جبت انا اخري، ما تحاسبي بقى ما تتاخري. فواك انا جبت انا اخري، ما تحاسبي بقى ما تتاخري. حبك على ورا رجعني. سار 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 سار. سبتها 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 سبتها، حبيت اختها اختها. سبتها 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 سبتها، حبيت اختها اختها. بصراحة اجمد منها، بصراحة اجمد منها، انا اسف اجمد منها. سبتها حبيت اختها، تها تها تها، سبتها حبيت اختها. يا ليلة الاصل يا بيئة، يا خبيثة وعاملة بريئة. يا ليلة الاصل يا بيئة، يا خبيثة وعاملة بريئة. يا ليلة الاصل يا بيئة، يا خبيثة وعاملة بريئة. يا ليلة الاصل يا بيئة، يا خبيثة وعاملة بريئة. على طول تاخدي تليفوني وتقولي سلفني دقيقة. ايه ايه ايه، يا ليلة الاصل يا بيئة. ايه ايه ايه، يا ليلة الاصل يا بيئة. يا بخيلة في كل مشاعرك، باروكة لا مش شعرك. يا بخيلة في كل مشاعرك، دي باروكة لا مش شعرك. يا بخيلة في كل مشاعرك، دي باروكة لا مش شعرك. يا بخيلة في كل مشاعرك، دي باروكة لا مش شعرك. لما بشوفك من وشك كأني بكلم ضهرك. ضهرك ضهرك ضهرك، يا بخيلة في كل مشاعرك. ضهرك ضهرك ضهرك، يا بخيلة في كل مشاعرك. سرسوب الهوا سقعني. ياه يا حق. ايه يا سلام في ايه يا جدعان؟ انتوا كده هتوقعوني. وبعدين البتاعة دي مش المفروض تبقى قدامي، انا كده بتلخبط. انا مش هسجل الاغنية دي غير لما اجيب كولار من انجلترا. في زمارة؟ ايوه عسلية. انا عايز الاستاذ سعيد الارتيست. عناية. والاستاذ عمر خير. عناية. ويسرى اللوزي. اشمعنى يسرى اللوزي؟ بحبها اوي. هقول لك حاجة، بدرية طلبة احلى منها. يا عم انت بقى، انا عايزين نركز يا جدعان. ستيريو ستيريو احودة. ها سجلت الاغنية؟ امنية مين؟ امنية ايه؟ هو اخرس؟ اخرس انت بايه؟ لا اخرس ازاي؟ ما هو اتكلم وقال امنية. يمكن اعمى؟ انتوا بتختاروا له مرض. في ايه يا جدعان؟ يا ابني ايه؟ بابا ترد عليه. ايه يا بابا؟ يا واد واد اتكلمني فيه؟ قاعد فيه مع اصحابي. ايوه يا بابا. حاضر جاي. كسفتني. ايه ده متكلم عن شكشك يالا ولا ايه؟ لا ده ابويا كده، عيل لسعه بالقلم ونازل اجيب له حق. يستاهل. عايزين حاجه؟ احنا اللي عايزين، مش هو اللي اتضرب بالقفا؟ احنا مالنا احنا. صح. انزل انت. صح. انزل. محتاج انت حاجه؟ محتاجكم. محتاجنا ليه؟ احنا لو نزلنا هنكمل على ابوك. انزل بقى، انزل. يلا يلا تكمل انت. يلا. السلام عليكم. زماره. ايوه يا سلام. الاغنيه دي اثرت فيا قوي. معلش انا عارف انك حساس شويه. بس بقى سلام ما تعيطش، ما كانتش اغنيه دي. عارف في حته انت كنت بتغنيها اللي هي بتاعت ومش شرط ان اكون فيه ايوه دي انا عارفها، انا قصدها. معلش يا سلام. عارف داخل جوه قلبي. معلش معلش. طب انا اروح اتمشى شويه كده عشان متضايق. معلش. وابقى اجي لك نروح فرح مع بعض. معلش ومش شرط ان اكون فيه. عارفها والله عارفها. انا وانا بقولها ببقى عايز اعيط. خلاص يا سلام هشيلها من الاغنيه. هشيلها يا اخي خلاص. خلاص
هروح اروح انا شرم الشيخ كل شرط اكون فيهم. بس يا سلام سلام يا سلام، مش شرط ان اكون فيهم يا ستيريو كده هيشكوا ان انت اطرش. في يا زماره مالك في ايه؟ في ايه انت ليه ما سجلتش الاغنيه؟ ليه؟ مش هسجل اغاني غير لما اخد فلوسي 3350 جنيه. بتوع ايه دول يا ستيريو؟ ايه؟ بتوع ايه الفلوس دي؟ بتوع تجهيزي للاستوديو. انا استوديو؟ انت جايب لي كراتين بيض وما فهمش ولا بيضه واحده، ايه كلت كل الكراتين دي؟ يا زماره انت بتعيرني يا زماره. ماشي يا استاذ، لما ربنا يكرمنا هنبقى نديك الفلوس. ما تنساش ان الكمبيوتر بتاعك. عارف يا استاذ ان الكمبيوتر بتاعك، امال انا اخترتك دونا عن الحاره كلها ليه؟ عشان عمار الشريعي؟ ما عشان الكمبيوتر بتاعك. لا يا زماره خلي بالك انا بفهم مزيكا واخدك وانقلك اوديك في حته بعيده خالص. يا عم ارحمنا بقى، انا اللي بعمله ده ظلم ظلم وربنا هيحاسبنا عليه. انت ولا حاجه يا استيريو ولا حاجه. ايه؟ بشتمك بشتمك عشان انت مش سامعني. ايوه وهروح اكل دلوقتي سندوتشين كبده عند عم ظريف. زمرو ايه؟ انا جعان مش هناكل؟ لا انا هروح انام ساعتين قبل الفرح احسن هاكل وانت لا.